حس اني مرعوب، اقسم بالله خايف خايف. دم 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 دم. المستشفى المسكون وخططه الشيطانية. وإذا تذكرون بالمقطع السابق استعان بسكيبيدي تويلت عشان يقضي علي، ولكن على مين؟ أنا أعرف كل خطط المشاغبين وكيف أجلدهم بسهولة، بس بصراحة هذه المرة كثير خايف ومتوتر. إيش ممكن يكون مخبي لي؟ الله يسترنا. اضغطوا لنا زر اللايك ويلا بينا، خلينا نبدأ. بكل جزء ورا جزء قاعد يصير اصعب، فالله يسترنا. المره الماضيه شفنا الويل. طيب الكاريدور، والله بشوف الغرفه. هي كاريدور يا زلمه، امشي ودينا على الغرفه يا زلمه، فكنا من الكاريدور. اوكي هذا اللي يطلع هذا مرحبا. بس لحظه، الو الخصوصيه فين يا عم؟ انت قاعد بالحمام؟ طيب سكر الباب لحالك يا حبيبي. طبعا انا ليه قاعد اتفرج؟ امشي امشي، حسبي الله عليك يا زلمه. ليك بعدين ليه كل الحمامات اصلا؟ كل الحمامات فاضيه يعني، كل الحمامات مفتوحه كلها فاضيه، لكن هذا الاخ يعني قاعد هنا بالحمام يتصبب وفاتح الباب. يعطيك العافيه، الريحه قتلتنا، حسبي الله عليك. المهم يا جماعه الخير، في عندنا هذه اللي ابدا لا احد يستخدمها بحياته. طيب في عندنا ايضا سله زباله هنا، هذا بعد الغسيل كذا تنشف بالبخار يديك وكذا. ايش في عندنا كمان؟ زبالات هنا. ول 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 ول، هي عشان اللي متوترين وكذا تحسهم ملقوفين يبون يعرفوا ايش في بهذه الغرف. ده شوفوا كلها حق تنظيف، يعني اكيد ما يخطفوا اولاد ويحطوها هنا بالغرف هذه. يلا بينا خلينا نكمل ونروح للمرحله اللي بعدها. الله يستر يا رب. دعواتكم يا جماعه، خلينا نخش الان على الغرفه. ما في داعي الكوريدور، ما في داعي. كيف فكك يا زلمه؟ الكوريدور اصلا دائما ما في اي حاجه. السلام عليكم. ايوه في اي شيء هنا؟ انا اموري انا لازم ادقق على نفسي، لازم احفظ نفسي يا جماعه الخير. انا لابس حذاء ولا لا؟ مش قادر اشوف هذا التفاهه. مره دمامه. مرحبا شباب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. يا الهي قلبي 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 وقف، اقسم بالله. كويس انك سكرتي والله على حالك، الله يرضى عليكي. كويس انه عندك خصوصية شوي، في عندك حياء، مو زي هذا الغبي اللي فاتح الباب يا زلمة. يلا خلينا نرجع، خلينا نرجع، احنا جينا من هناك. خوفتني. قلبي وقف. اللي بعده اللي بعده اللي بعده، روح على السريع. وما ادري امدح ولا بصراحة، يعني هو شيء واضح كويس، شكرا لكم، ولكن خوفتوني. خلينا نرجع نخش الغرفة. اي بسم الله الرحمن. اي اي شو بدك شو بدك شو بدك شو بدك مني؟ انت مو شايفين الحمام؟ ليش تدخل؟ انت ما تستحي على وجهك؟ يلا روح من هين. طب ما تسكر على حالك. طيب انت انت مالك دخل. صح مالي دخل، انا حر، خليك بنفسك لجلدك. اوكي حضرني بالاشياء اللي انا فيه. حطيت لايك؟ مو تخسي احط لك لايك؟ ليه يا زلمه انت كذا نفسي؟ اكرهك انا. افقع كف على وجهك ترى. ما تقدر. ما يبي يخليني افوت، ما يبي يخليني افوت كمان. هذا الحمام اللي ما تدخل عليه. يلا 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 باي باي. اشكر ابوكم، يعني لا خفت وكانت جدا سهله هذه المره عن جد، شكرا بدون حسبي الله عليك. 403. يلا بينا. شو الوضع؟ رجعت مكانك؟ رجعت مكان الغرفه هذه، تفقدها اهم حاجه. الاخبار هنا كلها تمام، ما في اي الحمامات انتبه يا ولد، لا تطلع لك واحده زي هذيك. اقسم بالله اني خايف، كان على بالي انه في واحد. حتى ارتعبت ما ادري. اي 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 انا بدون راس. وين راسي؟ الو الو جسمي يتحرك بدون راس. شباب هذه المرة مسكونة صارت شكلي بدون راس بالواقع يعني. ويلا بينا خلينا نمشي. إذا ما أنا يعني والله شكرا 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 على الأشياء الواضحة. ليش جو 404 رقم مميز وجميل. يلا بينا 404. الله كريدور ما قاعد نتفقد. فكك يا زلمة كريدور. هاي فنان. السلام عليكم. أمورك طيب أنت؟ لحد الآن قاعد تسويها بقى. بسم الله الرحمن. ايش هذا؟ ايش هذا؟ اي طفل؟ اي طفل بزباله؟ كيف اطلع؟ كيف اطلع؟ الو ما اقدر اطلع. يا هو في اي طفل بالزباله؟ في اي طفل ثاني؟ في اي طفل ثاني؟ لا يكون كل زباله كذا. في دنا اطفال بزباله، في دنا بصمات هنا كمان، بصمات دم. اوه
ايد الطفل هذه طالعه من الزباله واضحه. يا الهي طب الزباله هذه كمان فيها ايد طفل. حسبي الله عليكم يا زلمه، شو هالول شو مسوين بالاطفال يا ورعان؟ والله لو اوريكم، والله والله لو اوريكم. امشي امشي بس امشي يا مجرمين يا قتله. 405 يا سلام. يلا يا رب تكون راحت ايدين الاطفال هذه. والله اوريهم اشوف اشيك. لا الامور تمام ما في اي شيء. هاي ايش هذه الاقدام؟ ايش هذا اثار اقدام يا جماعه؟ هذه كانت موجوده؟ والله اشك انها ما كانت موجوده للامانه، لكن برضو خايف اني اقرب عليها. خايف خايف والله خايف. نقرب ولا لا؟ والله اقرب والله اقرب والله اقرب. اختفت اختفت يا شباب، اختفت اختفت. اوه رجعت رجعت. كيف كيف تختفي وترجع هذه؟ بسم الله الرحمن. برضو شكله فيها خيال يا جماعه، في خيال صح؟ بس ما في شيء على المراه. السلام عليكم. رجعت طلعت مره ثانيه، رجعت طلعت مره ثانيه. شباب هذه وضعها خطير والله. اقول امشي امشي اطلع من هنا. الو علقت علقت يا جماعه والله علقت. او الاقدام قاعد ترجع لورا. ابى اعرف بالنهايه وين تروح. والله اني لقف والله لقافه. ابى اعرف بالنهايه وين تروح. طيب ارجع اطلعي. طلعت طلعت هنا. لحظه وين راحت الحين؟ او رجعت مره ثانيه مكانها. طيب يلا بعدناها. وين تروح؟ وين راحت؟ جت هنا. الو في خيال كان موجود. تبي انت راح؟ اقول راح راح راح. اغلف وجهك اقول لك اغلف وجهك احسن لك. الحين خلاص اختفت، بس عرفنا انها شيء غلط خلاص يعني كافي يعني. زودتها زودت لقفت زياده، لو انها قتلتك كانت بتقعد تبكي. 406 يلا بينا ليتس جو. يا اخي شكرا على الاشياء الواضحه، بس اول واحده كانت مره غثيثه ومره مخيفه ومره كان على بالي انه بيتحرك اقسم بالله. الصنابير اموره تمام، هذه مغسله الاطفال، المباول الغبيه. طيب كان ما في شيء او ما في شيء واضح، او ممكن انه يكون بالكاريدور مثلا بالسقفيه ما في اي حاجه. طيب فتش كاريدور يا حبيبي، لازم تكون صح لانه عندنا 1 2 3 4 5 كانوا كلهم اغلاط، فهذه مرة صح نجازف والله نجازف. يلا بينا. لا تخذليني أرجوكي. يس 407. هلو هلو والله في كتاكيت. مرحبا كيف حالكم؟ حطيتوا لايك على المقطع، شو الأخبار؟ إن شاء الله طيبين. قتلوا مين قتلوا مين قتلوا؟ ألو وين راحوا وين راحوا وين راحوا؟ مين قتلوا هذول؟ طب لحقوا يحطوا لايك على الاقل. حسبي الله فيكم يا زلمه. ليه كذا ليه ليه مجرمين؟ ارجع ارجع ارجع. لا حول ولا قوه الا بالله. حط اطفال بزباله وبتقتل اطفال اثنين. خاطفين كمان خوي احمد. 408 احس اني مره خايف ما ادري، بس شجعوني يا جماعه بالتعليقات الله يرضى عليكم. اكتبوا تعليق علي بطل وحطوا لايك. شلون انه في اصوات ولا انا قاعد اتخيل؟ انت يا زلمه سكر على حالك يا اخي، سكر استحي يا زلمه. انا بسكر لك انا بسكر لك ما يتسكر. استحي يا زلمه قليل ادب قليل ادب، ما تستحي على وجهك. والله احس الامور لوز. ها ما في اي حاجه. شيك ورا شيك قدام. روح روح. اساسا احس ان جلدي يحكني لازم اني اخسر خساره يعني على الاقل. والله غبي والله غبي. وان شاء الله مو هذه المره يا رب. 408 عفوا 409 يا ليتس جو ليتس جو. لاني يئست يا اخي، اللي ساعدني ابحث وادور اذا في شيء غلط ولا لا. طلع ما في. انا اموري تمام، بس احس اني مغبش يا زلمه. هو كل شيء مغبش، حتى ذاك مغبش يا زلمه. سكر على حالك سكر سكر سكر. حسبي الله فيك سكر. في شيء ولا انا اتخيل؟ والله طلع 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 والله طلع والله والله طلع. هذا ايش هذا ايش؟ ايش انت ايش انت؟ لحظة انا قاعد اتخيل ولا حقيقي؟ افرض الحين اقرصوني. اهوش لك تموت. لا 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 حقيقي 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 حقيقي. خوفني اول مرة طلع فيها يا جماعة. الاشياء اللي تتحرك فجأة تخوف، خصوصا مثل هذه الاشياء الغريبة. 410 ليتس جو. انت انقلع، ما ابغى اطمن عنك حتى. ديك ساعة تسويها بالحمام يا زلمة ما انت مسكر على حالك. حسبي الله فيك. يا يا الله يقرفكم. الله 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 ينتقم منكم يقرفكم يا وسخين يا مقرفين. دم دم يا اخي دم. 11 يلا بينا. كيف الحال؟
طبعا مو انت قاعد تكلم مع نفسك، ما تكلم مع قليل ادب. مسكر الباب ورا لما يفوت الحمام، الحمامات كلها فاضيه الا هذا الحمام اللي قاعد فيه الغبي وما في اي حاجه. احس انه كل الامور تمام وانا خايف اجيب العيد. عيد سعيد يا اخي. ازعجت ام 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 من الجبل ناقم. يلا يلا بينا يلا بينا يلا يا رب يا رب انها تضبط. شكلي برجع ل 400. اوه ليتس جو. يا سلام يا سلام يا سلام. ليه انا احس اني بحطم نفسي احيانا؟ مرحبوان كيف الحال؟ هذول بيتحركوا ولا بيتهيأ لي؟ آه! لا 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 هذه كله بيتحرك كله بيتحرك. بيلحقوا فيه بيلحقوا فيه. حيحشروني في الزاويه يقعدوا يبلطوا فيه بالعصير. امشي 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 لنخسر. ايزي يا حبيبي. يلا مرحبوان. ها راحوا راحوا اصلا هذول كانوا طالعين من هنا. راحوا مضل غير اثنين. ما في حاجه. حمامات ما في ولا اي حاجه. ما في شيء. اي بسم الله. ها ايش هذا؟ في دم يا جماعه وفي ايدين شايلين هذه شو اسمها فتحه التهويه. اه بسم الله الرحمن. امشي امشي لا يطلع لك امشي. يس برضه هذا الرقم مميز يعني. يا اخي انتم المميزين ما في منه. حط لايك وتشتركوا بالقناه وكذا. في اميز من كذا؟ لا ما في طبعا. هذه فتحه التهويه تمام. هذولي تمام. انت ابدا مش تمام. انه ما في حدا بيدخل الحمام يعني بيخلي الباب مفتوح. ايش دخلك؟ ها؟ ايش دخلك؟ والله احس ما في شيء ترى. والله خايف بالنهايه الكريدور يخسرني. تخيلوا. دعواتكم خلينا نجازف. لو يطلع غلط حانتحر لاني بالنهايه وصلت تقريبا 415. يس 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 بيبي. هي كريدور ما يخسرني ولا يخسرني اي حاجه. يلا بينا. يا الصوت 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 الاكلي جماعه. ايش هذا؟ هذول يعني لطيف. الفاينل. الله يستر. احس اني مرعوب اقسم بالله. خايف خايف. دم 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 دم. بسم الله الرحمن الرحيم. دم 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 دم. سكر. قاعد يجي ولا لا؟ الا والله قاعد يجي قاعد يجي قاعد يجي. سكر 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 ولا لا؟ ما ادري بيوقف. يلا بشوفه بيجي ولا لا. سكر سكر يا خبي. ايش قاعد تستنى؟ اذا غرق وين رحنا؟ الله يستر. ايوه في شيء. رايه غرفه تنظيف. لا ما في شيء. انا صرت اخاف حتى من خيالي يا جماعه. بسم الله الرحمن. ايش ذا؟ ايش ذا المكان؟ او الو متى متى متى؟ انا متى ولا عايش ولا شو اللي صار؟ لا متت 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 لانه انكسرت. كسر رجلي. انا طحت من هنا طحت من هنا ومتت. بليز هيلب. في حد يقول بليز هيلب؟ ام داون بليز هيلب. الو هي جوا ساعدوني رجاء نقول. طيب طيب يلا جاي جاي. او اي كيف كسرت ولا كيف كيف شو سويت؟ يلا انا جايك حساعدك ما عليك. بس ما اذكر انه كان صوت احمد كذا. في اصوات في اصوات في اصوات حوالي. لازم اطلع صح؟ لازم اشوف يمين ويسار لانه حنقتل اعتقد كذا النظام. فس 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 فس. في ناس بتسوي فس 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 فس. ايش اللي فس فس؟ الو صوت احمد من متى صار؟ بليز هيلب. ما ادري ايش احمد. لا اصيده يحكي قدامي بليز هيلب بكذا هذه ما حد يقول. بسم الله الرحمن. بسم الله يا رب يا رب. الو بس ايش هذا اللي طلع بوجهي؟ مدت عند المصعد مدت عند المصعد. حرام يا اخي استخدمت الشفت. ركضت ركضه سريعه. يا ربي غلط غلط. لازم ما اخاف لازم ما اخاف. وصلت وصلت لازم ما اخاف. معليش معليش. ما خفنا ما خفنا. خوفه بسيطه كانت. عادي عادي. ما تحسب ما تحسب صح ما تحسب. يلا يلا بينا. الحمد لله الحمد لله. يس وفتحت لنا غرفة جديدة بنستكشفها ان شاء الله بالجزء الجاي. واذا انتبهتوا صار في عندي خبرة يا جماعة. ما خسرت ولا مرة بهذا الجزء.
وصل ما في شيء قتلني يعني، ولكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس بالقناة وعلى كل الاشعارات عشان لا يفوتكم الاجزاء الجاية. وصلنا للطابق 500، يعني احنا بالمراحل الاخيرة فلازم ما تفوتكم يعني، وفينا فيديو اسطوري ينتظركم عشان تستمتعوا فيه. وانستغرامي على اليمين، ضيفوني ونراكم على خير. Peace out everyone.